بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة بريب 2، النهاردة إن شاء الله ناخد مع بعض بارت 3 من ليسون 1 في الجيومتري، اللي هو كان بعنوان ميديانز أوف ترينجل. طيب النهاردة هنحل شوية مسائل كده، اكسرسايز من كتاب المعاصر. يلا نبدأ. بسم الله. كده بيقول لي كومبليت ذا فولوينج. نمبر 1 بيقول لي ان ترينجل اي بي سي، اف الدي از ذا ميد بوينت اوف البي سي، then الاي دي is called what. طيب انا مش هعرف، يبقى ايه؟ اتخيل كده. بيقول لي ان ترينجل اي بي سي، ارسم عادي جدا ترينجل اي بي سي، اي بي سي. طبعا الحروف كده بتيجي ورا بعضها، اي بي سي، تمام. طيب بيقول لي ان الدي از ذا ميد بوينت اوف البي سي. يعني ايه ميد بوينت؟ يعني عملت بايسكت للاي للبي سي، قسمتها ايه لتو ايكوال بارتس. دي كده دي، يعني الدي بي ايكوال الدي سي. طيب زين الاي دي از كولد. فين الاي دي؟ الاي دي اللي هو ده كده. يبقى الاي دي ده كولد ايه؟ الاي دي نازل من الفيرتكس ايه، تمام، والاوبزيت سايد ليه اللي هو السي دي في الميد بوينت الدي. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه ميديان. يبقى الاي دي ده اسمه ميديان، اس ا ميديان او كولد ا ميديان. نمبر 2 بيقول لي ذا نمبر اوف ميديانز اوف ذا تراينجل از وات. انا عندي اي اني تراينجل هاف 3 فيرتيسز، تمام كده، عنده 3 فيرتيسز. طيب ادي ميديان وادي ميديان هيخرج من الفيرتكس بي، وادي ميديان هيخرج من الفيرتكس اي سي. يبقى اني تراينجل هاف او هاز سوري هاز 3 ميديانز، يبقى عنده 3 ميديانز. نمبر 3 بيقول لي ذا ميديانز اوف ذا تراينجل انترسكت ات. الميديانز بتاعت اني تراينجل، احنا هنا رسمنا ميديان وادي ميديان وادي ميديان، حصل لهم انترسكت ات ايه؟ ات بوينت، بوينت واحدة، تمام. لازم التلاتة يمروا ببوينت واحدة. لو واحد فيهم ممرش بالبوينت دي يبقى ما هوش ايه؟ ما نقدرش نقول عليه ان هو ميديان. لازم التلاتة انترسكت، يحصل لهم انترسكشن ات وان بوينت، يبقى ات وان بوينت. نمبر فور بيقول لي the point of concurrence of the medians of the triangle divides each median in the ratio what from its vertex. From its vertex، تمام. طيب تعالوا هنرسمها. انا عندي اهوت كده، ادي الترينجل، تمام، وادي الميديان ده كده نازل هنا، وده كده نازل هنا. طيب بيقول لي هنا ايه البوينت اوف انترسكشن؟ البوينت دي كده، تمام، of intersection of the medians، بتاعة ال intersection بتاعة ال ايه؟ ال medians of a triangle divides، بتقسم each of them، بتقسم كل واحد فيهم in the ratio، تمام، in the ratio ايه؟ in the ratio from its vertex. from its vertex فين ال vertex؟ لما نيجي لده كده ال vertex اللي هي هنا كده، احنا قلنا اللي ناحية ال vertex بيبقى هو ال ايه؟ بيبقى هو ال greater. اللي ناحية ال vertex بيبقى هو ال greater، تمام كده. طيب يبقى من ناحية ال vertex هتبقى 2 2 1 2 2 1. طيب يبقى من ناحية ال vertex ابص الاول هو طالب من ناحية ال vertex ولا البيس؟ محدش يجاوب على طول اقول 1 2 2 او 2 2 1، لا، لازم ابص الاول هو طالب مني ايه. هو بيقول هنا its vertex، يبقى its vertex يبقى ال vertex هي ال greater، يبقى 2 2 1، تمام. يعني لو ده كده 4 يبقى ده 2، ده half ده، تمام. طيب وده كده equal twice ده. طيب لو قال لي من ناحية البيز، من ناحية البيز الصغيرة، تمام، يبقى 1 2 2 from ايه؟ from the base. السؤال ده بيجي كتير جدا في الكمبليت. طيب number 5 بيقول لي the point of intersection of the median of the triangle divides each of them in the ratio to what from the base. او حد يقول لي 2 to 1، تمام، لا غلط، بيقول لي هنا from the base. احنا قلنا from the base يبقى ايه؟ يبقى ده الصغير، يبقى ده الصغير. لو دي 2 تبقى دي ايه؟ قدها مرتين، تبقى دي 2 to 4، تمام. انا عملت لها simplification، ما هي 2 to 4 دي عبارة عن ايه؟ 2 over 4 اللي هي 1
2 2. تمام، نخلي بالنا السؤال ده ايه، في حته ذكاء شويه ممكن اي حد يتلخبط فيه. نقرا السؤال كويس. فروم ذا بيس، يبقى انا اعرف ان البيس من عند البيس الصغير. تمام، هو بيقول لي هنا 2 2 كام؟ 2 2 4. تمام، طيب نشوف اللي بعد كده، مساله البروف دي. طيب بيقول هنا using data given for each of the following figure. ماشي، and find the required. طيب بيقول ان ال A B C is a triangle. انا عندي هنا ال A B C ده triangle. طيب in which ال D is the midpoint of ال B C. ال D is the midpoint of ال B C. هنا دي كده البوينت دي ميد بوينت على البي سي. معناها ايه؟ معناها ان هي قسمت لي البي سي لتو ايكوال بارتس، ان ده كده هيكوال ايه؟ ايكوال ده. تمام كده، يبقى في الحاله دي استنتج ايه؟ ان الاي دي از ايه؟ از اميديان، لان الاي دي ها نازل من الفيرتكس على ايه؟ الاوبزيت سايد لي، وعامل له ايه في الميد، ايه في الميد بوينت. تمام، طيب والاي از ذا ميد بوينت اوف الاي سي. الاي ميد بوينت على الاي سي، معناها ايه؟ ان البارت ده ايكوال البارت ده. يبقى انا اذا عندي كده ان البي اي ده ايه؟ البي اي ده از ا ميديان. طيب الاي دي انترسكت البي اي ات بوينت ان. ها الاي دي انترسكت البي اي في البوينت، ها في البوينت دي كده ام. تمام كده، اف الاي دي ايكوال 6 سنتيمتر، الاي دي ده equal 6 سنتيمتر، كله على بعضه كده equal 6 سنتيمتر. and ال AB equal ال BE، ال AB equal ال BE. تمام، equal ال BE equal 9 سنتيمتر. تمام، يعني ال AB equal ال BE، ده كده equal ده equal 9 سنتيمتر. طيب بيقول لي calculate the perimeter of ال triangle MDG. عايز البريميتر بتاع تريانجل ام دي اي، ام دي اي. تمام كده، عايز البريميتر بتاع تريانجل ده كده. طيب في الحاله دي انا لازم اجيب السايد ده، تمام، وعايز اجيب السايد ده والسايد ده. طيب انتم مش ملاحظين حاجه؟ ملاحظين كده حته خدناها في الفيرست بريب، ان الاي از ميد بوينت على الاي، على الاي سي، على الاي سي، والدي از ميد بوينت على البي سي. يبقى زين الاي دي ايكوال هاف الاي، هاف الاي بي، يعني الاي دي ده هي ايكوال هاف الاي الاي بي. دي خدناها في الفيرست بريب في سنه اولى اعدادي، ان الاي دي كونكتد بتوين تو ميد بوينتس. تمام كده، يبقى زين هتيكوال ايه؟ هتيكوال هاف الاي الاوبزيت، ايه الاوبزيت ليها اللي هو هاف الاي بي. طيب تعالوا نكتب دي اول حاجه كده سينس. طبعا انت بعد ما تكتب الجيفن والريكوير تو بروف، بس عشان وقت الفيديو ما يطولش هنكتب على طول احنا البروف. تمام، طيب البروف هنقول سينس ان الاي دي connected or connects between two midpoints. تمام، of ها ال CA وال A وال CB، ال CA وال CB. تمام كده، ال CA and CB B. طيب استنتج هنا ايه؟ يبقى then الED equal half الAB equal half الAB. تمام؟ هت equal كام؟ ها يبقى هت equal half ال 9 هت equal 4.5 سنتيمتر. يبقى احنا كده جبنا اول سايد في الايه؟ في الترينجل. طيب عايزين نجيب السايد اللي هو الام اي والام دي. طيب هيبقى كده لازم نثبت ان الاي دي از ا ميديان والبي اي از ا ميديان. طيب انا عندي هنا الاي نازل من الفيرتكس، الاي دي نازل من الفيرتكس ايه على الميد بوينت اللي هي
الدي اللي هي على السي بي، يبقى ده طبعا كده از ايه، از ميديان، وده كمان نازل من فيرتكس بي على الاي سي في الميد بوينت اي، يبقى ده كده برضو يبقى البي اي از ميديان. يبقى سهل جدا ان انا ايه اثبتهم. خلاص كده تعالوا نكتب الايه البروف. هنقول بتاعهم يبقى سينس الاي از ا ميد بوينت اوف الاي سي، تمام، يبقى then ال B E is a median، تمام كده. وال D is since D is a midpoint على ال A على ال C B أو ال B C خلاص of ال B سي، يبقى سين ال اي دي از ا ميديان. تمام كده. طيب نيجي بعد كده، احنا كده ثبتنا ان ده ميديان وده ميديان. طيب هنثبت ايه بقى كده عشان نجيب الريشيو بتوين السايد ده والسايد ده عشان نجيب اللينس بتاعهم، كذلك ده وده. طيب هنثبت ان هما ايه، ان البوينت دي هي البوينت بتاعه الايه، الانترسكشن بتاعه الايه التو ميديانز اللي عندي. هنقول سينس البي اي تمام انترسكت الاي دي في البوينت ام، تمام، في البوينت ام البي اي انترسكت الاي دي في البوينت ايه، في البوينت ام، يبقى انا كده ثبتت ان البوينت ام دي هي از ذا بوينت اوف كونكرنس او اوف انترسكشن بتاعه الايه اوف اول ميديانز. تمام كده. يبقى زين الام از ذا بوينت اوف كونكرنس اوف اول ميديانز. تمام كده. طيب بعد كده سهل بقى ان انا اجيب ايه، اجيب الريشيو بتاعتي. طيب عايز اجيب الام دي، الام دي انا عندي الاي دي كله على بعضه ب 6 سنتيمتر. طيب الام دي ده الريشيو بتاعته كام بالنسبه للاي دي؟ الام دي الريشيو بتاعته بالنسبه للاي دي 1 اوفر 3. تمام كده. يبقى هقول الام دي هي ايكوال 1 اوفر 3 من الميديان كله اللي هو ال 6، تمام، اللي هو هي ايكوال، يبقى الام دي هي ايكوال معايا 2 سنتيمتر. تمام كده. طيب بالنسبه للام اي، الام اي بالنسبه للبي اي، انا عندي البي اي ايكوال البي اي ايكوال 9 سنتيمتر، يعني البي اي ده هو مديها لي في الجيفن ان ده ايكوال ده ايكوال 9 سنتيمتر. تمام. طيب الام اي ده برضو الريشيو بتاعته بالنسبه للميديان كله برضو 1 اوفر 3 بالنسبه للميديان، يبقى الام اي هو الاخر هي ايكوال 1 اوفر 3 بالنسبه للميديان كله اللي هو ال 9، يبقى هي ايكوال كام؟ هي ايكوال 3 سنتيمتر. سهل بقى كده ان انا اجيب البريميتر بتاعي، انا جبت ال 3 سايز بتوعي اللي هو ده كده ب 3 سنتيمتر، ده ب 2، ده كده طلعناه ب 4.5، يبقى هنجمعهم كلهم على بعض وهيبقى ده هو البريميتر بتاع الترينجل دي ام اي، بس عشان ما فيش مساحه ان انا اكتب فيها. طيب نروح لحاجه ثانيه. عندي في المساله دي بيقول لي دي نمبر 11 في الكتاب المعاصر، in the opposite figure ال ABC is a triangle، ال ABC is a triangle in which ال D is a midpoint of ال BC، ال D هنا midpoint على ال BC، يبقى أنا يبقى then أو therefore ال AD is a median. تمام كده. طيب ايه تاني؟ ال AB equal AC، ال AB equal ال AC، ده كده equal ده. تمام. طيب الام بيلونج الاي دي، الام بيلونج الاي دي. طيب وير الاي ام ايكوال 2 ثيردس الاي دي، الاي ام ايكوال 2 ثيردس الاي دي، يبقى كده انا استنتج ان ايه، طبعا احنا ده كده اصلا ميديان، تمام، واحنا عارفين ان الاي ام اصلا الريشيو بتوين الاي ام والاي دي ايكوال 2 ثيردس، تمام، وده كده والام دي 1 ثيرد. طيب اند السي ام
intersect ال A B ال C M intersect ال A ال A ال C F intersect ال A B and ال C F دي المفروض انها F ال C F intersect ال A B تمام كده في البوينت A في البوينت F. طيب هو عايز مني ايه؟ بروف ذات ان ال B F equal half ال A C. عايز يثبت ان ال B F ال B F equal half ال A half ال A C تمام كده. طيب هنعمل احنا ايه دلوقتي؟ يعني هو عايز يثبت ان ال F ميد بوينت على ال A B. هو بيقول لي ال B F equal half ال A C. ما انا عندي اصلا ال A C equal ال A B تمام. ال A B equal ال A C مديها لي هو في الجيفن. يبقى انا لو قدرت اثبت ان ال C F ده ميديان يبقى خلاص كده انا ثبتت ان ال F B او ال B F equal half ال A C. طيب اول حاجة هنقول since ان ال D is a midpoint على ايه؟ على ال B C تمام. ال D ميد بوينت على ال A ال B C. يبقى ها therefore يبقى ال A D ده ماله؟ ال A D ده is a median تمام. طيب و since ان ال A M equal two thirds ال A ها ال A M equal two thirds ال A D تمام كده. يبقى انا كده خلاص ثبتت ان الام دي هي الايه؟ هي البوينت اللي بيحصل فيها انترسكشن للايه؟ للميديانز بتاعه التراينجل كلها. يبقى 04 تمام الام از ذا بوينت اوف انترسكشن. معلش نجيب قلم تاني. Of intersection of the medians of triangle. تمام كده. يبقى احنا كده ثبتنا ان احنا قلنا ان ال ratio between ال AM لل M دي تمام كده او ال AM بالنسبة لل A دي كله 2/3. يبقى كده خلاص انا كده ال M دي هي البوينت بتاعت ال A بتاعت ال intersection بتاعه الايه؟ الميديانز بتاعه التراينجل. طيب يبقى كده هنرجع نقول تاني since ان الام بيلونج للسي اف. الام بيلونج للسي اف تقع على السي اف او سي اف مر بيها تمام كده. يبقى انا كده قدرت اثبت يبقى زين السي اف ده از ا ميديان. يبقى زين السي اف از ا ميديان تمام كده. والاف از ا ميد بوينت. يبقى والاف كمان ها والاف is a midpoint على الايه؟ على اوف الايه؟ الاي بي تمام كده. اوف الاي بي تمام. يبقى انا قدرت كده اثبت ان الاف midpoint على الاي بي. يعني ده كده ثبتت ان ده كده equal ايه؟ equal ده. ثبتت ان ده ميديان يبقى ده كده equal ايه؟ equal ده. طيب عندي هنا الاف بي تمام since ال F B equal A سوري معلش لا ال A B equal ال A C تمام كده. طيب هو عايز يثبت ان ال B F equal half ال A half ال A C. طيب هنقول يبقى then since معلش since ان ال B F equal half تمام ال A B كله ال B F equal half ال A B تمام. طيب و since وال A B ال A B equal ال A C equal ال A C يبقى then ال B F equal half ال A C. ال B F equal half ال B C تمام كده. يبقى احنا كده ثبتنا ايه؟ ان ال B F equal half ال A C. امشي رتب خطواتك كده خليها منظمة. اعرف الرولز بتاع الدرس اللي انت هتمشي عليها اهم النقاط. وان شاء الله الحل بيبقى سهل جدا ما فيش في اي مشكلة. حل كده بعينيك الاول وبعد كده اكتب رتب خطواتك في دماغك واكتبها وان شاء الله بالتوفيق بإذن الله. اشوفكم الفيديو اللي جاي.